عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية اجتماعها الثاني هذا العام عن بعد برئاسة سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة. خلال الاجتماع تمت مناقشة اقتراح بإنشاء سجل وطني لحالات مرضى الكوليسترول، كما استعرض الاجتماع آخر مستجدات برنامج المدن الصحية بدول مجلس التعاون ونتائج مشروع المول الصحي، إلى جانب استعراض ومناقشة ملخص النتائج النهائية لدراسة جدوى الاستثمار في الوقاية من الأمراض غير السارية لمملكة البحرين.